المشروع عبارة عن مركز طب الأسرة، ده مكون من 3 طوابق. الطابق الأول طوارئ وعيادات، الطابق الأول علوي عبارة عن عيادات وبرضو معامل، معمل دم، معمل تحاليل. الطابق الثالث عبارة عن جزء منه سكني وجزء منه الثاني عبارة عن زي إدارة يعني. طبعا ده مركز طبي ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيخدم أكثر من 7 قرى بتعداد يفوق 150,000 نسمة. طبعا شيء عظيم، من ضمن 14 مكان بيتم العمل فيهم ليل ونهار ضمن المبادرة الرئاسية. طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس، طبعا مجهود مشكور ومشروعات فعلا حاجة مشرفة.